مساء الخير، انا دكتور احمد المهدي، مدرس جراحه الاوعيه، كليه الطب جامعه حلوان. النهارده انا يعني هتكلم عن الدياليسيس كاثيترز. طبعا احنا عارفين ان الدياليسيس هو حياه المريض اللي هو بيعاني من الفشل الكلوي. في طرق كتيره جدا للغسيل الدموي، وبيتم عن طريق العمليه او عن طرق اخرى اللي هي عمليه التوصله الشريانيه الوريديه، او عن طريق ان انا استخدم قسطره مركزيه. الاساطر المركزيه دي بتعتمد على كذا وريد، اللي هي الاورده الرئيسيه اللي ضغطها عالي علشان قوه دفع الدم تكون من وريد مركزي للمكنة مباشرة، وبترجع من خلال القسطرة. القسطرة دي طبعا بيبقى لها تو لاينز، اللي هو الخط الشرياني والخط الوريدي. الشرياني اللي بيروح للمكنة والوريدي اللي بيرجع للجسم، ودول هما بتختلف نوع القسطرة عن طريقة التركيب بتاعتها. الأساطر دي أساطر مؤقتة، اللي هي بتتم في الوريد أوردة الرقبة المركزية، أوردة الرقبة المركزية أو وريد الفخذ. ودي أسطرة بيبقى لها مدة زمنية مؤقتة المريض بيغسل منها. في أسطرة تانية بيطلق عليها الأسطرة الدائمة. هي طبعا مش دائمة، هي فعليا بالمقارنة بالقسطرة المؤقتة هي طويلة الأمد عنها، إنما ليست دائمة. هي طبعا بيتم دفنها تحت الجلد، تاخد مسار طويل تحت الجلد لغاية ما تبقى المكان اللي هي بتدخل طرف القسطرة في الوريد المركزي. ده علشان يقلل الالتهاب الميكروبي ويطول مدة العمل بالقسطرة دي. طبعا القساطر لها مشاكل كتيرة عن طريق إدخالها، بس طبعا بالتعامل والخبرة بيتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق حقن من الوريد مباشرة، أو من خلال إن أنا بستخدم جهاز موجات فوق صوتية لتحديد الوريد، وندخل القسطرة وتتدكك من تحت الجلد. التعامل معاها عايز احتياط كبير، علشان هي من أهم المصادر اللي ممكن تؤدي إلى التلوث الميكروبي أو إن هي تتسد. وبتعتبر القساطر دي هي الوسيلة المؤقتة قبل ما نعمل عملية الشنط، وساعات بتبقى الوسيلة الشبه الدائمة في حال فشل أي وسيلة أخرى لعمل عمليات شنط. وهي الطريقة الآمنة لو المريض تعامل معها هو والتمريض والأطباء بحرص شديد، ممكن قوي نطول العمر الزمني لهذه القسطرة. وشكراً.